طيب تعالوا بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا، ودع أسطورة الفنون القتالية حبيب أو خبيب نور محمدوف عشاقه بالبكاء بعد ما أعلن اعتزاله بعد فوزه بالإخضاع ضد الأمريكي جاستن جافي خلال الجولة الثانية من نزال العصر اللي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي. فور انتهاء النزال خر محمدوف الذي يلقب بالنسر ساجدا ثم انهمر بالبكاء ليعلن اعتزاله وإنهاء مسيرة أسطورية في الفنون القتالية لم يتعرض خلالها للهزيمة على الإطلاق. حقق سلسلة من الانتصارات بلغت 29 انتصار على التوالي دون أي هزيمة ولو لمرة واحدة. قال حبيب إن هذا النزال كان الأخير ولن يعود مرة أخرى دون والده الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وأضاف هذه المرة الأولى التي أفعلها من دونه. طبعا بيحتفظ النجم حبيب بهذا الفوز بلقب الوزن الخفيف في ثالث دفاع لي عن لقبه بعد ما نجح قبل كده في الاحتفاظ بلقبه أمام النجمين كونر ماكجريجر في 2018 وداستن بوريه في 2019. كلمة حبيب بصراحة يعني يا كريم كانت مؤثرة جدا، وخليني أقول لحضراتكم كده بالتفصيل كان مضمونها إيه. خبيب قال بعد الجولة اللي فاز فيها على منافسه: شكرا لكل من وقف معي خلال مسيرتي، فريقي وأبي الذين رافقوني على مدى 10 أعوام، أحبكم ولن أنسى فضلكم، وأريد أن أصرح بأن نزال اليوم هو الأخير لي، لن أدخل حلبة النزال مجددا بدون وجود أبي إلى جانبي. عندما تواصل معي فريق UFC حول نزال جاستن تناقش مع أمي على مدار 3 أيام وقالت لي بأنه من غير المعقول أن أدخل أي نزال بدون وجود والدي إلى جانبي، ووعدتها بأن نزال اليوم سيكون الأخير، وأنا رجل يفي بكلمته ولا يتراجع عنها. أريد الآن شيئا واحدا من UFC وهو منحي لقب المقاتل رقم 1 في العالم، إذ لم أسجل على مدى 29 نزالا أي هزيمة، 13 منها مع UFC، وأعتقد بأنني أستحق هذا اللقب. شكرا لفريق UFC لكل من يقومون به خلال هذه الفترة، فترة الجائحة، وأود أن أشكر جاستن لهذا النزال، وأدرك بأنه إنسان نبيل ومدى حرصه على الناس واهتمامه بأهله، وأثق بأنه سيحقق حلمه في المستقبل. خسارة والله، خسارة يعني بتتكلم فعلا في أسطورة رياضية كبيرة جدا. ويمكن احنا معانا كمان شوية أخبار بعد الفيديو جراف اللي معاك ازاي الصحف تناولت كمان خبر اعتزاله.